يا صباح الفل عليك يا كريم، صباح الفل يا نهان، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي وأخبار رياضية أهلاوية كمان جديدة، وأنا دلوقتي موجودة في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة عشان أطلعكم على آخر وأهم أخبار النادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا نبتدي باخبارنا وكره القدم والفريق الاول لكره القدم. الفريق النهارده راح من التدريبات، امبارح كان بيتمرن بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش، لكن النهارده مستر مارسيل كولر قرر ان هو يدي لاعبته اجازه او راحه النهارده من التدريبات عشان يستأنفوا بكره وبعده ان شاء الله تدريباتهم بشكل طبيعي. بيتمرنوا او تجمع الفريق بيبقى الساعه 10 الصبح والتدريب بيبدا الساعه 11 الصبح. يمكن يوم الاربع بعد تدريب الفريق، بعد ما يخلص التدريب الفريق كله هيتغدى هنا في النادي وبعدين يتحرك مباشره بطائره خاصه للجزائر ان شاء الله الساعه 3 العصر. بيرأس البعثه استاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا الفريق هيسافر للجزائر علشان يواجه اكيد شباب لوزداد الجزائري في دوري ابطال افريقيا. يعني يمكن دي الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات، وإن شاء الله بنتمنى أكيد لفريقنا كل التوفيق إن شاء الله في المباراة. كمان مستر مارسيل كولر النهاردة مستني إن هو يطمئن على حالة بيرسي تاو بعد رجوعه أكيد من أبيجان، كان بيشارك أكيد مع منتخب بلاده، فهيطمن عليه النهاردة إن شاء الله بعد رجوعه ويدخل على طول في تدريبات الفريق الأيام اللي جاية علشان إن شاء الله أكيد برضو يسافر معاهم. يمكن الايام اللي فاتت كان في تالق كبير من شباب بقى وناشئين كره القدم، شباب او فريق 2003 امبارح فاز على بتروجيت بثلاثيه بعد ريمونتادا اهلاوي، كان احرز الفريق او فريق بتروجيت في اول شوط اول جول في المباراه، بعد كده الشوط الثاني قدر النادي الاهلي يعمل ريمونتادا اهلاوي بثلاثه اشواط علشان تنتهي النتيجه في الاخر 3-1 لصالح النادي الاهلي. يعني يمكن دي كانت مباراه في دوري الجمهوريه، خليني أقول لحضراتكم مين اللي أحرز أهداف الفريق أمس. أول هدف كان اللاعب علي نادر، تاني هدف كان المتألق سمير محمد، وآخر هدف كان من المدافع إبراهيم عبد الحكيم. أما فريق 2009 النهاردة بقى عندهم مباراة الساعة 2:30 على ملعب النادي الأهلي في مدينة نصر مع سيراميكا كليوباترا، بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق برضو. واستكمالا لاخبارنا وباقي الفرق الرياضيه بقى، والبدايه بكره اليد رجال اللي بيواصل استعداداته وتدريباته لمباراه الجوله الرابعه من بطوله الدوري العام لكره اليد. المباراه هتكون بكره ان شاء الله مع نادي الجيش، الساعه 4 العصر على الصاله الخاصه بنادي طلائع الجيش، بنتمنى لهم اكيد برضو كل التوفيق. اما سيدات بقى كره اليد في توقف دولي الفتره دي، ويمكن يعني البنات او السيدات اللي موجودين من نادي الاهلي مع المنتخب الوطني بيشاركوا في تدريبات المنتخب الوطني في معسكر مفتوح يوم الخميس والجمعه والسبت، وبعدين بيرجعوا باقي الاسبوع يتمرنوا بشكل طبيعي مع النادي الاهلي، ولكن في توقف بالنسبه للنادي الاهلي في المباريات. المباريات هتعود من جديد يوم 20 فبراير الجاري ان شاء الله. ومن سيدات كرة اليد لسيدات كرة السلة، لبكرة عندهم ماتش مهم إن شاء الله مع نادي سموحة هنا في النادي الأهلي أو على صالة الشهداء تحديدا بمقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة. المباراة هتكون الساعة 6 مساء، وحابة أفكر مشاهدينا أن آخر فوز لسيدات كرة السلة كان على نادي الاتحاد يوم السبت بنتيجة 159، بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق برضو في مباراتهم بكرة إن شاء الله. اما رجال كره السله ففي توقف دولي دلوقتي لمشاركه منتخبنا الوطني في بطولتين. المنتخب دلوقتي موجود في قطر عشان هيشارك في بطوله دوليه وديه، وبعدها على طول ان شاء الله هيشارك في تصفيات بطوله افريقيا او الافرو باسكت. حابه كمان اقول لمشاهدينا مين من لاعبي النادي الاهلي اللي بيشارك مع منتخبنا الوطني، وهم ايهاب امين، عمر طارق، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف هنداوي، وكريم حاتم، بنتمنى لهم اكيد هم وباقي كل عناصر منتخبنا الوطني كل التوفيق باذن الله. من رجال كرة السلة لرجال كرة الطايرة، بعد الفوز على نادي سبورتنج يوم السبت بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط، والحقيقة تألق كبير لقيناه من أو شفناه من رجال كرة الطايرة، هم بيستعدوا بشكل مباشر ومن غير أي راحة، بيستعدوا على طول لتدريباتهم أو يستأنفوا تدريباتهم بشكل طبيعي جدا علشان عندهم بكرة إن شاء الله وبعده ماتشين مهمين مع نادي
على صالة قصدي أقصد عفوا على صالة دكتور حسن مصطفى. المباراة مباريتين هيكونوا مع إيسترن كومباني إن شاء الله على صالة دكتور حسن مصطفى الساعة 8، ودي مباريات بيست أوف 3. نتمنى لهم أكيد كل التوفيق، لازم الفريق يحصل على مباريتين من أصل 3 علشان إن شاء الله يتأهل للدور اللي بعده، ده دور الثمانية، وإن شاء الله بعد كده هيكون في قرعة علشان نختار من خلالها أو يختار من خلالها الاتحاد مين الأربع الفرق اللي هيشاركوا إن شاء الله في دور الأربعة أو مين المتأهلين وماتشات دور الأربعة إن شاء الله. من رجال كرة الطايرة لسيدات كرة الطايرة أيضا عندهم نفس البطولة بيست أوف 3، ولكن النهاردة بيستعدوا أو بيختتموا تدريباتهم، وبكرة برضو استعدادا لمباراتين يوم الجمعة والسبت نفس البطولة بنفس الطريقة بيست أوف 3 برضو. استعداداتهم اكيد قويه كانت الفتره اللي فاتت. هيكون المباراتين مع نادي الزهور الساعه 8 برضو على صاله دكتور حسن مصطفى، بنتمنى لهم اكيد ايضا كل التوفيق. دي كريمه ونهاوند، كانت كل اخبارنا من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي، وانا معاكم اكيد لو عندكم اي استفسار تاني. العوده اليكم مره تانية. لا والله ما فيش غير كل الشكر ليك زميلتنا العزيزه منى المنيسي على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، شكرا جزيلا.